سوري زول الجنسية الكويتية لابنه منذ الغزو العراقي. كشفت السلطات الكويتية عن ملفات تعود لمواطن سوري الأصل والتولد، زورت جنسيته من قبل والده بمساعدة صديق كويتي خلال تحريات واستقصاءات جارية في ملف الجنسيات. فدرس وعمل لسنوات في فرق الإطفاء الوطنية، واستفاد من الميزات الممنوحة له في جميع المجالات كمواطن كويتي، وتبين أن والده حصل عليها من دون مقابل مادي، وإنما تمت عبر صديق له بعد فترة الغزو العراقي بنحو سنة. وأكدت السلطات أنها توصلت للمتهم بعد التشكيك بملفه، حيث وجد اسمه داخل ملف الجنسية بشكل مفاجئ، وكان والده ما يزال يحمل الجنسية السورية ولديه إقامة، وقد ضبط في كمين خلال استكماله إجراءات التقاعد المبكر، وقدم اعترافات بحصوله على الجنسية المزورة. وما تزال التحقيقات مستمرة في سبيل اتخاذ الإجراءات اللازمة في القضية. وقد سبق أن ألقي القبض على سوري حصل على الجنسية الكويتية بالتزوير مقابل مبلغ مالي دفعه والده عندما كان في 15 سنة، وحكم بحبسه 12 عاما بتهمة تزوير الجنسية الكويتية.